وصلوني بالعربية تقريبا تلت اليهود المصريين. كنت اليهودية الوحيدة في الفصل، مدرس المواد الاجتماعية مش عارفة كان ايه الموضوع، وكانت بتتكلم عن اسرائيل ومصر بتاع، قالت اليهود هما كلاب الجربانة بتوع المنطقة. فأنا بصراحة قمت وخرجت من الفصل ودخلت البيت، قلت لبابا اللي مش راجعة المدرسة تاني. وانا صغيره في غزه انا كنت في الجيل اللي كانوا بيسموه اطفال الحجاره. طبعا كنت بخرج المظاهرات وبحدف طوب، ضربت اتكسرت رجلي، اختي اتسجنت، ابويا قعد من عمره حوالي 40 سنه نفسه يرجع بلده وبيته مش عارف يرجع. طبعا اللي انت مريتي بيه صعب جدا، بس اللي انا مريت بيه كمان صعب. كبرت من غير عيله، من غير عزوة ولا أولاد عم ولا أولاد خال ولا جد، محبوسة في مكاني لمدة 20 سنة. ابتدى النظرة لليهود اللي هما كانوا عايشين في مصر ابتدت تتغير. بعد ما إنشاء دولة إسرائيل كان عندهم اعتقاد ان اليهود هيبقى موالي لدولة اسرائيل، والخلط ده ادى الى هجرة كتير من اليهود، سواء هجرة مجبرة او ارادية. بالنسبة لي بيوصلني على طول على شعوري بأهلي والفلسطينيين اللي كانوا عايشين في المناطق اللي اتاخدت في 48، ازاي ان هم مشيوا بيوتهم فضلت وراهم. يمكن انا مش قادرة اعمل حاجة في موضوع ان انا أعمل حاجة للناس دول اللي هناك، فأنا دلوقتي في مصر كمصرية أنا أقدر أعمل حاجة. هي لما شفت المعابد اليهودية والمدافن اليهودية اللي موجودة في القاهرة، لقيت إن في حاجة موجودة ملموسة متشافة ولازم يكون لها مستقبل. طب إيه مستقبل المعابد المهجورة دي؟ احنا اتعرفنا على بعض في عرض فيلم امير رمسيس يهود مصر. كان في عندنا صديق مشترك البير. ايوه ووصلتوني في السكه وانتم مروحين، وانا فاكره لما وصلت البيت كتبت لاخويا قلت له انا النهارده كنت بحضر فيلم يهود مصر، وبعدين وصلوني بالعربيه تقريبا تلت اليهود المصريين. ساهمنا في حاجات كتير قوي، ساهمنا زينا زي اي مصر تاني. انا بالنسبه لي ده يوم عيد، اهم حاجه الاعتراف بينا.